113 سنة على تأسيس واحدة من قلاع الرياضة في مصر والوطن العربي وأفريقيا، نادي الزمالك وكل جماهير نادي الزمالك كل سنة وانتم طيبين. مدرسة الفن والهندسة، النادي اللي خرج لنا حسن شحاتة وحماد عبد اللطيف وهشام يكن وفاروق جعفر وعائلة إمام وأساطير كتير حفروا أساميهم في قلوب ملايين من المصريين وكمان في الوطن العربي. 113 سنة تنافسية وبطولات ومتعة عنوانها نادي الزمالك، والحقيقة ده واحد من أهم وأعرق قلاع الرياضة في الوطن العربي، ومهما مر بأزمات جمهوره دايما معاه ودايما عنوانهم الوفاء الفريندة البيضاء بخطين حمر، أنا هفضل أحبها طول العمر. خلينا نشوف الزملكاوية بيقولوا إيه في 113 سنة زمالك. عيلتي كلها زملكاوية، أعضاء في النادي، فأنا طلعت في عيلة زملكاوية فبقيت زملكاوي طبيعي كتلقائي. أنا بشجع النادي طبعا عشان بقالي الفترة دي كلها بشجع النادي عشان حب فريق الزمالك والانتماء زي ما بيقولوا. روح الناس حلوة، اللعيبة بتحب النادي قوي، حتى لو في مشكلة بنقف جنب بعض. يعني مثلا أفتكر لما كان في أزمة مادية في النادي العمال كانوا بجد بيشتغلوا أحسن من ما كان بياخدوا فلوسهم. بحب نادي الزمالك بس، ونادي الزمالك هو قلعة كبيرة زي نادي الأهلي زي نادي الإسماعيلي زي أكبر أندية من أندية مصر، كلنا بنحب نادي الزمالك وعايزه يبقى أحلى حاجة. نادي الزمالك حب، يعني هو كده حب، لما تشجعيه من وانت صغيرة بيبقى حب في قلبك كده. عندنا العيلة كلها بتشجع الزمالك، وأنا اللي عجبني في الزمالك إن هو فيه روح، يعني حتى لو في مشاكل قابلتنا أو كده، لا اللعيبة بتلعب للروح بتاعتها، وكل الناس اللي تحب الزمالك مش عشان بطولاته بس، لا عشان في فكر وفي روح، وكلنا يعني كل الزمالك بيبقى عنده هدف محدد.